عبد العزيز صباح لهند السلام عبد العزيز بن ربح السلام ورحمة الله بسم الله أوه جمهورك متسابقين جنتل وأنتم جنتل جميل جميل سعد الله مساكم كل خير ومسرات يا مرحبا بالجناتل أهلا وسهلا أخواني المتسابقين كذلك أخواني المشاهدين من خلف إخواني المشاهدين عفوا من خلف الشاشات ورحب بجميع المتسابقين 24 اللي شرفونا اليوم في أول يوم من أيام الجنتل. أبغى أول شيء رحب بإخواني أعضاء لجنة الإدارة من إخواني المتسابقين وتحية الله يحييك. شعور كل شخص الآن بحلم بداية أول يوم إلى 90 يوم الأخير، كل واحد من 24 عنده حلم أنه يكون على هالمسرح هذا ويكون الأول، وفيه واحد بيكون الثاني والثالث، وفيه من هو بياخذ درع الجمهور. أتمنى لكم التوفيق إخواني المشاهدين، ويوم إن شاء الله من أيام اللي بتمر خلال 90 يوم. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك عبد العزيز، صراحة إبداع إبداع ما شاء الله تبارك الله. دكتور حسن عندك ما شاء الله تبارك الله أبو عبد العزيز، جدا رائع وقفتك، يعني الكاريزما رائعة وجميلة، استهلالك الختام، اخترت موضوع أيضا مناسب.